يعني سالي، طبعا نحن هلا بعد ايام رح نستقبل عيد الاضحى المبارك. الناس هيك بتصير بتحسب بين العيدين، بيقولوا لك بين العيدين قد ايه ممكن يكون في صح شهرين ولا شو. صح كيف فينا نعرف اول يوم عيد، وكمان نعرف عن حركة الفلك تأثيرها على المناخ؟ يعني ليش في حرارة كتير مرتفعة؟ قالوا انه بالاسبوع القادم ممكن توصل للخمسين درجة. ايضا رح نعرف كتير عن التفاصيل وعن آخر يمكن الدراسات الفلكية مع محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. زينب، صباح الورد، صباح الخير. سالي، يسعد صباحك، صباح التفاؤل والطاقة الحلوة. أكيد دائما نحن نحط بين عيوننا الأمل رغم الظروف اللي عم نعيشها ورغم الواقع الأليم، خلينا نقول نوعا ما. يعني دائما بنتحير مثل ما قالت زينب، بنصير بيحسبوا العالم بين العيد الصغير والعيد الكبير شو الحسابات الصحيحه. يعني نحن خلينا نقدرها من الناحيه الفلكيه. تماما. صحيح. اول شيء كل عام وانتم بخير. طبعا مثل ما تفضلتي زينب، بعد ايام بيبدا معنا عيد الاضحى. عيد الاضحى من واحد رمضان لعيد الاضحى في شهرين وعشرة ايام. هلا هي العباره اللي بتناولوها الناس دائما وبيعملوا ببلشوا بقى يضبطوا اكلاتهم الطيبه والحلويات وكذا، انه شهرين وعشرة ايام، هي ليست دقيقة، لأنه هي تتراوح ما بين شهرين وتسعة أيام أو شهرين وعشرة أيام. الأمر بيتعلق تماما بولادة الهلال، بموضوع فلكي تماما اللي هو وضع الهلال بالسماء. الأشهر القمرية بشكل عام تعتمد على حركة القمر حول الأرض، والقمر هو جرم تابع للأرض يحمي الأرض. هذا الجرم الجميل اللي بيحمي الأرض من ضربات النيازك، اللي خسر جماله ليحمي الأرض، يدور حول الأرض. دوران القمر حول الأرض وانعكاس ضوء الشمس على القمر يعطي القمر أشكال تسمى أطوار. عند بدء الشهر القمري نحن نبحث عن ما يسمى باسم الهلال، فبرؤية الهلال يبدأ الشهر القمري. بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، الاثنين الماضي، بدأنا بالبحث عن الهلال. يوم الاثنين ما لقيناه، ما كان فيه هلال بالسماء، ولد متأخرا. الثلاثاء لقينا الهلال، فكان يوم الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة. بعد يوم الأربعاء تماما لعشرة ذي الحجة بيكون عندنا يوم الجمعة 31 تموز. بهالحالة كان القول المأثور أنه يوم صومكم هو يوم نحركم محقق، أنه صلنا يوم الجمعة وعيدنا يوم الجمعة. طبعا الحكي على عيد الأضحى دائما. نعم. فالأمر هو يلي المفتاح للأشهر القمرية. الأشهر الشمسية ما فيها هالشي. الأشهر الشمسية تعتمد على حسابات مسبقة اللي هي دوران الأرض حول الشمس، أما الأشهر القمرية فهي تعتمد على ظاهرة فلكية اللي هي مراقبة الهلال. الحلو بالموضوع أنه هالعام هذا مو بس راقبنا الهلال، كان مع الهلال في ضيف ثاني ممتع جدا اللي هو مذنب نيوايز. كان بالسماء في مذنب مع الهلال. طبعا ما بعرف، يمكن ما كثير كان عاخد ضجة إعلامية المذنب، رغم أنه من أجمل المذنبات، أجمل من مذنب هالي كان بالسماء. استمر لمدة عشرة أيام، كتلة جليدية وللذيل الجميل جدا، وحتى الذيل تبعه كان مايل للون الأزرق. منظر كان رائع جدا. هلأ المذنبات، هذا ضيف آتي من حزام كويبر أو من سحابة أورت. هذا الضيف دائما ارتبطت فيه قصص وحكاية، يعني ميلاد سيد المسيح عليه السلام ارتبط ولادته بمذنب، فتح القدس ارتبطت بمذنب. الناس احيانا تتفائل وفي بعض الناس تتشائم بالمذنب، لكن نحن دائما بنقول ضيف من خارج، من حدود مجموعتنا الشمسيه، لازم نتفائل فيه. فعلا هذا المذنب خلانا نتفائل، يعني للامس كنا عم نتابعه، يعني حتى يوم الامس كان باخر مرور له، يمكن اليوم هو اخر يوم له بالارض، بعدين خلص بيدوب. فكان الهلال مع المذنب منظر رائع جدا. فكان المذنب نيو وايز ان شاء الله يكون باعث للامل، بما انه نحن دخلنا نص الثاني من عام 2020، هذا العام اللي حمل الغرائب معه. فان شاء الله يكون هذا المذنب هو مبعث للامل، انه خلص انتقلنا لحاله جديده ان شاء الله، ما يكون فيها هالامراض وهالمشاكل هي، والحراره العاليه اللي عم نعيشها، واللي ايضا كمان ترتبط مو بس بظاهرة داخلية، بظاهرة خارجية. هي بدنا نحكي عنها دكتور، يعني بما انه كنا بحلقات سابقة عم نحكي عن التغييرات اللي بدها تصير. قلنا الشتاء بارد جدا، ممكن الصيف يجي كثير بارتفاع درجات حرارة. فخلينا نعرف حركة الفلك، هل هي لها علاقة بارتفاع درجات؟ ويمكن عم يداول الناشطون على مواقع التواصل فيديوهات بأحد البلدان العربية، العراق، اللي حتى عم يعني عم بيبقبق مثل ما عم بيقولوا.
عم يغلي الرمل يعني، هل انه رح نوصل لهي المرحله بالخمسين يعني الدرجه رح تصير؟ تماما، سؤال كثير مهم. هلا نحن عندنا حالتين للمناخ، طبعا حاله المناخ المناخ القصيره المدى اللي هي المشكوره المديريه العامه للارصاد الجويه، ودائما معها تعاون وثيق معها، دائما بتعطينا النشرات والتنبيهات والتحذيرات في هذا الموضوع، وعندنا المناخ لطويل المدى. نحن مثل ما بتذكري زينب بلقاءاتنا السابقه حدثنا وقلنا واكدنا انه الصيف جاي ثقيل، صحيح حرارته عاليه، وهذا الشيء تاكد، ما في كهرباء وقلنا قصير تمام قصير وما زلنا عن كلامنا قصير، لكن نسبه الحراره فيه عاليه. طيب شو عرفنا نحن يعني، يا ترى هل يعني موضوع هيك؟ لا لا لا، الموضوع كان له علاقه بالشمس من ناحيه اولى. الشمس الان تمر بحاله اسمها حاله سبات. لما تدخل الشمس بحالة سبات هي ما بين حالتين نشاط، الآن بدأت الشمس تتنشط، يعني منلاحظ في على سطحها بقعة شمسية، هي البقعة الشمسية لما تنفجر بترفع درجة حرارة الأرض. بالفعل نحن عم نراقب يوميا البقعة الشمسية، عم نلاحظ بلشت الشمس تفيق من سباتها، عم تحمل معها الاستيقاظ من السبات. نعم. ارتفاعات بالحرارة. نضيف إلى حالة السبات الشمسية اللي استيقظت منه الشمس مؤخرا حالة الاحتباس الحراري اللي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة. هلا بتبادر بذهنكم تقولوا لي طيب كورونا ما وقف العالم، وقف الطيران، وقف المعامل. للأسف الشديد العالم استيقظ بعد صدمة كورونا الأولى، بعد الموجة الأولى، على تفاقم بموضوع المعامل والطيران. يعني بدل ما يكون عندنا مثلا معمل عم يشتغل 12 ساعة صار عم يشتغل 24 ساعة بأوروبا وبأمريكا، الدول اللي بتأثر كثير بالمناخ لحتى تعود الخسارات، وبالتالي صار عندنا كمية أكبر من الاحتباس الحراري. إضافة لهالشيء المكيفات بالعالم، الحرارة العكسية تسمى الحرارة العكسية، يعني أنا اللي عم أعطي بارد لجوا عم أعطي حار لبرا، هذا كله عم يساهم بارتفاع درجات الحرارة. بنجي لليوم وبكره، اليوم وبكره فعلا بالعراق اليوم كان في تحذيرات كثير شديده، ووصلتنا يعني معلومات مؤكده انه اليوم العراق سجلت 51 درجه مئويه بالظل. نحن دائما لما نحكي بدرجات الحراره بنحكي بالظل، ففعلا كان الوضع بالعراق مخيف. طبعا هذه الموجه التي تمر فيها العراق اليوم هي نفس الموجه التي تعرض لها سوريا ولبنان وفلسطين، صح؟ لانه امتداد واحد دكتور، يعني حتى اليوم عم يقولوا 43 تمام بالظل بالظل. دائما نحن بنأكد انه بالظل، يعني لما نحكي من الشمس، يعني لما نكون قاعدين بالشمس ندير بالنا، بدنا نكون معنا مي كثير، نحط طاقيه، بدنا نحاول ما نمشي بساعات الزلوه، لانه فعلا حيحسوا الناس حتى لو قاعدين مثلا بمنطقه ظل بحراره عاليه، يعني حتى انتم قاعدين هلا مثلا تحت شجره جميله جدا، لكن تحسوا بحراره عاليه. السبب انه نحن عم نحكي بالظل 43، فكيف بالشمس؟ فنحن بالظل مشوهين، في احتمال للانحسار نوعا ما، اكيد 100%. طبعا هي هالموجه يومين، نحن اقل تاثرا، سوريا ولبنان عم حتكون اقل تاثرا نسبه للعراق والكويت اللي حتكون الاكثر تاثرا. العراق مثل ما سالي 51، نحن عندنا 43، ففي تفاوت تقريبا 6 درجات 7 درجات حتى وصولا ل 8 درجات، لكن نحن حتنحسر ان شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء. بتنحسر هيك لاول ايام العيد، اكيد في موجات حار قادمه اكثر، يعني اب متوقع انه يكون هو الشهر الحار، الشهر الاكثر حراره، بيقولوا اب اللهب، اب اللهب وحيكون اسم على مسمى. هذا العام فعلا زينب سالي سجلت المديريه العامه للارصاد الجويه حراره بسوريا غير مسبوقه، وخاصه بتموز، يعني ما بالعاده بتموز تجينا هيك هيك حراره عاليه بهذا الشكل. حتى ظهرت الاناديل يعني بالبحر على وقت افكر، يعني نحن بنعرف انه الاناديل يعني بتصير انه اخر الثامن اول التاسع بتجي، بس هالموجه يعني اللي اجت كمان على بكير، يعني كله هالسنه كله بكير جاي مع بعض. لا تقولي لحدا زينب، قصه ثانيه في غير الاناديل، قصه الحشرات يلي بالحراره تماما طلعت يعني على المشكله هي. حتى في ناس عم تشوف افاعي، تشوف انواع غريبه من الحشرات خاصه بالريف، ففعلا مشكله حقيقه. الحراره بتحمل معها كثير قصص، يعني مو بس هي مجرد انه شوبنا يا الله شعلنا المكيف، لا في قصص ثانيه بتتصبت بالحراره. فعلا نحن مقبلين على موجه حراره عاليه. هلا هذا الشيء في له ايجابيه بصراحه، انه هو عامل ضغط على الدول اللي عم تلوث المناخ انه تخضع لموضوع اتفاقيه باريس اللي صارت مؤخرا. يعني للاسف الشديد الدوله الاكثر تاثيرا واكثر تلويسا للمناخ طلعت منها هي الولايات المتحده الامريكيه. للاسف الشديد الدول كلها خاضعه لمعاهده باريس للمناخ، وهي معاهده جيده جدا، لكن الولايات المتحده الامريكيه اللي هي اصل التلوث واكثر تلوثا للمناخ بالعالم كله، وهذا الشيء بالارقام طبعا وبالمعلومات العلميه، صحيح. للاسف انسحبت. هذا الشيء خلاها تضاعف من ضخ غاز ثاني اكسيد الكربون، خلى ثاني اكسيد الكربون بالمناخ كثير عالي، بالجو كثير عالي، هذا عم ياثر عكسا على صحتنا وعلى مناعتنا وحتى على موضوع الاوبئه والامراض. نعم.
نعم. يعني دكتور قبل ما نختم مع حضرتك يطول الحديث معك، ولكن في نقطة كثير مهمة ضلينا زينب انه ما اجت الصيفية وكأنه السنة ما في صيفية، وجت هالصيفية بهدول الشهرين يعني مع كورونا يعني لا طلع ولا فوق تماما، وحتى الشتوية عم نلاحظ عم تجي قاسية وبشهرين، يعني هدول الشهرين بيعوضوا عن الفصل الكامل. قديش مرتبط حركة الكواكب بهذا الشيء اللي عم بيصير حتى عبر خط الاستواء يعني؟ تماما. خلينا نقول نحن الارتباط الاشد عم يكون بشغلتين، بنقطتين. اولا الشمس يلي هي كانت هي المؤثر الشديد والمؤثر القوي على كل هالتغيرات، لكن للاسف الشديد اجى الانسان حط حاله مكان الشمس وبلش يلعب بالمناخ بشكل كثير كبير وياثر كثير بشكل كثير كبير. الحقيقه العلميه بتقول انه الاضطرابات المناخيه اللي عم نعيشها حاليا هي بسبب اولا واخرا الانسان. نعم كان لها علاقه القمر، لها علاقه الشمس، لها علاقه الكواكب، كل شيء هذا الموضوع كله تنحى جانبا، صار تاثيره بسيط امام تاثير الانسان الكبير على المناخ. فعلا صار عندنا تاثير كثير كبير على المناخ، وهذا الشيء عم يولد خطر. صح. يعني نحن عم نشعر هلا بتفاوت فصول مثل ما تفضلتي سالي، قصر وشده. طيب بعدين شو حيصير؟ حيصير اضطرابات مناخيه بشكل كبير، حيصير فيضانات. اليوم سجلت بالقطب الشمالي وهي معلومه دقيقه جدا، اعلى درجه حراره وصلت لل 20 درجه مئويه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هناك تسارع في ذوبان الجليد في القطب الشمالي. نحن امام خطر. اذا طلعنا من خطر كورونا يجب أن نستعد لخطر تلوث المناخي إذا ما بدأنا العمل من اليوم. الكورونا كانت رسالة، نعم هي ضارة، لكن في دائما كل ضرر في له دائما جانب إيجابي. نحن لازم نبحث عن الجانب الإيجابي. الجانب الإيجابي لكورونا أنه عطى مثال للبشرية أنه أنتوا إذا بشوي بتحدوا من غاز ثاني أكسيد الكربون الطبيعة مباشرة بصحيح حالها. والدليل ثقب الأوزون بأزمة كورونا، ثقب الأوزون تلاشى تماما. فتخيلوا تلاشى ثقب الأوزون بحادثة، بظاهرة، بوباء. طيب خلونا نحن نطلع من كورونا أقوى، عم نحكي كعالم، أنه نطلع أقوى من كورونا ونحاول نصلح مناخنا، لأنه بإيده السلامة والصحة للعالم. أكيد دكتور، يعني نحن بنتمنى أنه فعلا هيك الناس تستوعب شوي أول شيء خطر الأوبئة ومنين إجا. ومثل ما قلنا هو أساسا وباء كورونا هو بيقولوا أنه يعني ضمن دراسات معينة وأبحاث أنه هو غاز ثنائي أكسيد الكربون زائد غاز ثاني سارين اللي أطلقته الولايات المتحدة حسب معلومات. يعني نتمنى من العالم فعلا أنه دير بالها من موجة الحر، وفعلا أنه كمان دير بالها من كورونا. دائما نحكي بنربط كل شيء بكورونا لأنه صار منتشر وارتفع مؤشر الإصابات. نحن نتشكرك وإن شاء الله هيك نستضيفك بظروف أحسن ونقدر فعلا نشوف هالظواهر الفلكية بعيدا عن الأوبئة. شكرا لك. أكيد. سعيد صباحك زينب. صباح الورد سالي. سعيد صباحك، شكرا كثير لوجودك معنا.